السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا باشمهندسين؟ هنكمل مع بعض في ديزاين الأعمدة. عايزين بقى نصمم الأعمدة بتاع المشروع البسيط بتاعنا ده يا باشمهندس. قلنا إن إحنا في أربع طرق: طريقة الديزاين، طريقة التشيك، طريقة الأوتو سيلكت اللي هي طريقة النمذجة يعني، آخر طريقة الإكسل. كلهم طرق ممتازة يا باشمهندسين، تقدر تعتمد على أي طريقة. إحنا هنشرح الأربع طرق وتقدر تعتمد على الطريقة اللي هتريحك. طريقة الإكسل أعتقد أنت هتكون عارفها يعني، طبقنا عليها في المشروع اللي على القناة، على قناة اليوتيوب، المشروع المجاني اللي احنا منزلينه طبقنا بيه الاكسل. كنا مصممين مشروع باستخدام برنامج السيف بس، قلت لك ان في بعض المكاتب بتشتغل مش بتشتغل بالايتاب يعني، في المنشآت اللي هي زي الفيلا، المنشآت البسيطة ديت، مش المنشآت المرتفعة يعني، هم مخلين الايتاب للمنشآت المرتفعة بس، فبنستخدم مثلا السيف او الساب. لسه في مكاتب شغالة بالساب لغاية دلوقتي، تمام، ولكن الكلام ده هتلاقيه في مصر بس يعني، لان يعني بره مصر احنا بنشتغل بالايتاب والسيف مع بعض يعني، وفي دول بتعتمد على الروبوت كمان. المهم، فطريقه الاكسل اعتقد انت عارفها واحنا شرحناها، فمش محتاجين بقى يعني، ولكن هبقى اقول لك برضو تركايه كده فيها ما دام انت هتستخدم الايتاب. طيب هنبدا بطريقه الديزاين. طيب طريقه الديزاين طريقه كويسه جدا، خلاص، هي كل طريقه هنقول ليها ميزه وهنقول ليها عيب، تمام. طيب طريقة الديزاين ديت يا باشمهندسين مثلا ميزتها ايه؟ زي ما هنشوف دلوقتي، دي طريقة الديزاين بتخرج لك مثلا اريا ستيل، تمام؟ يعني مثلا هو مثلا بيصمم لك يا باشمهندس، ملوش علاقة مثلا ايه؟ بالتسليح اللي احنا كنا حاطينه في الأول. طب فين التسليح ده يا باشمهندس؟ فاكر واحنا بنعرف القطاعات؟ ارجع لي كده، ديفاين فريم سيكشن، ادي الأعمدة اهيت، كنا معرفين عمودين، تمام؟ كنا فارضين كل الأعمدة 20 في 55. تعالى كده على reinforcement، كنت كان بيقول لك يا باشمهندس reinforcement to be check ولا design. قلت لك يا باشمهندس لو انت قلت له تشيك خلاص، يبقى هتدخل الكلام ده، تمام، لان انت بتدخل له كده قطاع بتسليح وتقول له شيك لي عليه. اما لو ديزاين يعني الكلام ده ملوش لازمه ان انت تدخله يعني، كانه مش موجود. ليه؟ كل القصه انت مديله قطاع خرساني، هو بالنسبه له في قطاع خرساني هيصمم لك فهيطلع لك التسليح، تمام. وعنده حاجه اسمها اريا ستيل مينيموم، تمام. الكود الامريكي الاريا ستيل مينيموم كام يا باشمهندس؟ 1%، تمام، والماكسيموم 8%. فهو مثلا هيروح يصمم لك بناء على الاحمال الموجوده، هيروح يصمم والله مثلا طلعت نسبه التسليح اللي محتاجينها 0.9، مش مكمله ال 1%، 0.9%، هيروح يديها 1%، خلاص. فهتلاقي من الاخر كده مطلع لك اريا ستيل. اريا ستيل دي تساوي كام يا باشمهندس؟ هتساوي 1% من الاريا كونكريت، خلاص. فيقدر يطلعها لك كاريا ستيل، تمام، يعني بالمليمتر مثلا او بالمتر زي ما انت عايز، ويقدر يطلع لك كنسبه، هيقول لك والله انت محتاج 1% او محتاج اريا ستيل كذا، انت هتظهر بدماغك يعني، تمام. طيب احنا في الاول قلت لك احنا هنستخدم الاول نتعلم برضو طريقه الديزاين. طيب ايه عيوب الطريقه ديت يا باشمهندس؟ طيب قلت لك ان هو بياخد في الاعتبار الاريا ستيل مينيموم. فمثلا افرض مثلا قطاع طلعت نسبه التسليح عليه 0.5%، هتلاقي البرنامج يا باشمهندس مطلع لك ان القطاع ده محتاج 1%. طيب ليه؟ لان ده المينيموم بالنسبه له، كويس. طب ما ده مسيف يا باشمهندس، اهو كان 0.5% وحطينا له 1%، ده جميل جدا، تمام. او مش شرط نص، مثلا ايه 0.3، تمام، عمود كورنر مثلا مش شال، وطالع مثلا دور واحد وليكن في فيلا ولا حاجه، تمام. طيب عيوب الطريقه ديت يا باشمهندس ان هي بتطلع المينيمم 1%. طب ده عيب يا باشمهندس؟ طب ما احنا فارضين قطاع وطلع لنا 1% في المينيمم. هقول لك عيب يا باشمهندس، احنا بنفرض قطاعات، تمام، مش عايزينها تسيف وخلاص، لا، ما كده القطاع بالطريقه ديت هو مش اقتصادي خالص. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ اروح اقلل ابعاد القطاع، خلاص، الا لو كان ده المينيموم. يعني مثلا احنا عمليا المينيموم مثلا بيكون كام؟ وليكن مثلا في مثلا في السعوديه بيكون كام؟ 20 مثلا في 45، تمام، ده المينيموم يعني، ما بنقللش عن كده في العادي يعني، تمام. طيب والله لقيت مثلا 3 من 10% في قطاع زي ده، خلاص يعني هو ده اقل قطاع مثلا. اما لو كان القطاع مثلا 20 في 65، تمام، والنسبة طالعة 3 من 10%، تمام، نسبة صغيرة جدا، لا، أنا أروح أقلل القطاع ده مثلا ل 20 في 55،
هتلاقي النسبة مثلا بقت معاك ايه، وليكن 0.7%، تمام، رايح البرنامج اداله 1%، خلاص مقبولة يعني قريبة، تمام. وممكن تروح تجرب برضو ال 20 في 45، لو لقيتها مثلا وليكن 9 من 10%، خلاص يبقى ده كويس جدا. لقيتها عدت ال 1%، اداله 1.1 مثلا في المية، لا ارجع تاني اديها 20 في 55. ما تكبرش في العادي، ما تكبرش يا باشمهندس النسبة عن المينيمم، تمام. وفر في الحاجة على قد ما تقدر يعني، تمام. يبقى مميزات الطريقة ان هي بتطلع لك مثلا الاريا ستيل او نسبة التسليح، فبمجرد النظر كده هتكون عارف مثلا ايه الاعمده اللي هي سيف ولا ان سيف. برضه بيطلع لك مثلا لو كان العمود ان سيف بيقول لك ان سيف يعني، تمام، بيقول لك ساعتها او على اس، بيقول لك على العمود او على اس يعني اوفر سترينث، خلاص يا باشمهندس. فديت مميزات الطريقه ديت، ان مثلا لو برضه لو عمود ان سيف كده احنا عارفين مثلا ان هو اوفر سترينث، هتروح تعمل ايه؟ هتكبر له القطاع، تمام. بيطلع لك نسبه التسليح، بيطلع لك الاريا ستيل، تمام، بيطلع لك الاريا ستيل. اما من عيوب الطريقه ان هو مش بيطلع لك يا باشمهندس اللي هو يعني ايه، لو انت مثلا محتاج ان انت تصغر القطاع مثلا لان النسبه مثلا قليله، ديت من عيوب الطريقه دي. خلاص خلينا نشوف بقى مع بعض كده يا باشمهندس. عايز تصمم بقى الاعمده يا باشمهندس، تصميم الاعمده دايما بيكون من القايمه دي اللي هي كونكريت فريم ديزاين، او من هنا ديزاين كونكريت فريم ديزاين، هي تمام. طيب لو رحت اتكيت هنا على العلامه ديت على طول هيصمم لك الاعمده، ولكن قبل ما تصمم المفروض تظبط شويه حاجات، تمام. امشي بالترتيب معايا، هو بالترتيب، خطوات بالترتيب، تمام. اول حاجه هتظبط الريفرنس، يعني الكود اللي انت تستخدمه يا باشمهندس. هستخدم ايه؟ هستخدم الكود الامريكي الاحدث، تمام. طيب التصميم بيها ستيب باي ستيب، تمام، سيبها الكلام ده ثابت. لا هتشوف هنا، هتلاقي بقى هنا البارامترز بتاع الكود الامريكي، الفاي والكلام ده اللي احنا شرحناه قبل كده، للتنشن والكمبريشن والتورشن والكلام ده، تمام. طب لو بصيت هنا يا باشمهندس بيقول لك نمبر اوف انتر اكشن كيرفز، تمام، وهنا نمبر اوف انتر اكشن بوينتس، تمام. طب يعني ايه الكلام ده؟ بص يا باشمهندس، لو رسمنا الانتر اكشن دايجرام بتاعنا بيكون بالشكل ده، ده شكل الانتراكشن دايجرام، تمام. طيب عشان اصلا ترسم الانتراكشن دايجرام ده ارجع للمانيوال بقى، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنروح يعني نحسب او نشوف اماكن النقط دي، تمام، وكنا بنقول لك والله مينيمم عدد النقط عشان ترسم انتراكشن دايجرام مظبوط خمسة بوينت. كل لما تزود البوينت كل لما يكون الانتراكشن دايجرام مرسوم بدقه اعلى، تمام. هي ديت بقى ايه؟ هي ديت البوينتس يا باشمهندس. هو مدخل 11 نقطه، خلاص، يعني هو حاطط لك 11 نقطه عشان يرسم لك الانتراكشن دايجرام. مفيش مشكله، انا مش هغيرهم عموما، بس انا بفهمك هما ايه، تمام. طيب بالنسبه للكيرفز بقى يا باشمهندس، مش برضو الانتراكشن دايجرام بيكون مرسوم في 3 دي يا باشمهندس؟ خلينا بس بيكون مرسوم في 3 دي ازاي؟ بالشكل ده، مظبوط. بيكون عندنا بقى ايه؟ بيكون عندنا كيرفز، يعني ايه؟ ادي كيرف وادي كيرف، وطبعا ايه هيكون عندنا هنا مثلا كيرفات بالشكل ده عشان تكون ايه؟ عشان تكون الشكل ده مجسم يا باشمهندس، يعني ده بيبقى مجسم، فبيكون من ايه؟ بيكون من كيرفات، تمام. هنا البرنامج بيطلع لك انتراكشن دايجرام في ال 2 دي في ال 3 دي، فبرضه لازم تدخل له عدد الكيرفات. انا هسيبهم ديفولت زي البرنامج، تمام، مش هغير فيهم، ولكن كنت بشرح لك هم ايه، خلاص. طيب ظبطت الكود وكل حاجه، اقول له اوكي، خلاص. طيب نخش على تاني اوبشن. تاني اوبشن بيقول لك يا باشمهندس انت هتظبط لي الريبار سيلكشن رولز، يعني رولز يعني قانون، تمام، يعني من الاخر دخل لي قوانين انا اشتغل عليها، تمام. طيب هنا بيقول لك كولومز، وهنا بيقول لك نفس الحاجه ولكن البيمز. ما انا قلت لك البرنامج بيعتمد الفريم اليمنت كاميرا وعمود، بالنسبه له الاثنين، تمام. احنا دلوقتي هنصمم ايه؟ هنصمم عمود، فتيجي هنا تقول له ايه؟ الريبار سيلكشن رولز فور كولومز، خلاص افتح لك القائمه دي. هنا مثلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشمهندس دخل لي سمولست، تمام، بار سايز، يعني اقل قطر تسليح. هقول له مثلا ايه؟ انا بستخدم فاي 12، تمام. طب هنا مثلا برضه قصه السيزميك
قصتنا دلوقتي، ولكن برضو ايه اختارها زيها يعني. تمام. طيب هنا بيقول لك اكبر لارجست باور سايز، اكبر قطر ممكن تستخدمه ايه؟ احنا مش هنوصل طبعا ل 28 او 25 كده، اقول له 32 مثلا. خلاص. طب بالنسبه للكنات وليكن مثلا فاي 8 خلاص، وسيب بقى الكلام ده ايه ده المينيمم ديستانس وفقا للكوب. خلاص تمام، وتقول له اوكي. خلاص. طيب بعد كده كمان شويه هقول لك ان القائمه ديت في بعض الاحيان ملهاش عايزه يعني، سواء دخلت الكلام ده هنا او ما دخلتوش مش هيفرق معانا في حاجه يعني. كمان شويه.